شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة 18 لقادة مجموعة العشرين. كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وأجرى عددا من اللقاءات مع القادة والزعماء. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين G20 والتي تعقد بمدينة نيودلهي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في قمة مجموعة العشرين تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتأتي مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين تعزيزا للجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، حيث ألقى سيادته كلمة تطرقت إلى الإشادة بتعزيز التمثيل الإفريقي بمجموعة العشرين، وكذا استعداد مصر لاستضافة مركز عالمي لتخزين الحبوب وإسهام القمة في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود مصر لاحتواء أزمة الطاقة من خلال تدشين منتدى دولي لتمويل مشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالسيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيدة أورسولا فاندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية. كما تفقد سيادته القاعة المخصصة للمعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة بالقمة. كما شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بنيودلهي في القمة الإفريقية الأوروبية المصغرة والتي شهدت مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين.